Nissan's all-electric car, the Leaf, has a base price of $32,780 in the United States, but it's eligible. يعني تستحق $7,500 federal tax credit. يعني هنشتري السيارة ب 32,780 ماينس، يعني ناخد من السعر ده 7,500، ده سعر السيارة. A consulting engineering company wants to evaluate the purchase of or lease. يشتروا أو يأجروا one of the vehicles for use by its employees traveling to job sites in the local area. The cost for leasing لو هأجر يعني أدفع 4,200 4,200 per year. Payable at the end of each year. After an initialization charge في الأول تعاقد دفع التعاقد 2,500 that will be partially offset. لا هنا بقى 2,500 paid now. If the company purchases the vehicle لو اشترت السيارة it will also purchase a home charging station يعني garage for 2,200 that will be partially offset by 50% tax credit. يعني هندفع 1,100 كمان اشتريهم في الاول. If the company expects to be able to sell the car بيع السيارة and the charging station for 40% of the base price of the car alone يعني من السعر ده اللي هو 32,780 شيل منهم 7,500 يعني 25,000 ولا من السعر الأساسي. لأ من السعر الأساسي بقى اللي هو 32,780 يعني من السعر الأساسي للسيارة 32,780 يبقى 13,112. طيب بيقول 10% وثلاث سنين طبعا. نشتري ولا نأجر؟ نحسب ده ونحسب ده. هحسب الانيوال وورث 10% للبرشيس وهحسب الانيوال وورث 10% للليس ونشوف مين ارخص. بالنسبة للليز سهلة 2,500 دول حولهم ايه جيفن بي 10% وثلاث سنين و4,200 الرقم ده ايه جيفن بي 40,211 يبقى تكلفة الإيجار السنوي 5,205. عرفنا الإيجار. تعالوا نشوف بقى الشراء. الشراء عندنا الرقم ده اللي هو 32,780 شيل منه 7,500 زيد عليه 1,100 ف26,000 تكلفة شراء السيارة مع الستيشن بتاعها. في A given B برضو اللي هو 40,211 وبعدين السلفج هنزيد عليه اللي هو 13,112 في A given F. احنا قلنا ده A given B 10% وثلاثة هنا A given F 10% و3 اللي هتبقى شيل 10 يبقى 3,211 يطلع تكلفة السنوية للشراء ماينس 26,380
40211 زائد 13112 في 30211 طلع 6646. يبقى لو اشترينا وبعنا وتعبنا هندفع 6600. لو ما حطيتش حاجة من جيبي في الأول وأجرت بس 5205 أكيد، يبقى الليز أفضل، يبقى ليز